أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي أن الاجتماع هدفه ليس حماية المصارف بل حماية البلد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقا بين الجهات الأمنية اللبنانية كافة لحماية البلد وتنفيذ القانون. تطبيق القانون والنظام لحماية البلد والناس والمودعين وحماية كل البلد. الهدف حماية النظام وتطبيق القانون. أنا هون برجع بدعي الناس إنهم يتفهموا إنه نحن عم نحميهم. يكون في من قبل الأجهزة الأمنية كلها تشدد بحفظ الأمن والنظام. كل الأجهزة الأمنية والعسكرية حتتشدد بحفظ الأمن والنظام بتنسيق بين الجيش، قوى الأمن الداخلي، أمن العام وأمن الدولي، حيكون في تنسيق لحفظ النظام ولحماية الناس.